كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للمساهمة من خلال صندوق تحيا مصر في بناء الجامعات التكنولوجية التي يبلغ عددها 17 جامعة، وذلك بحوالي 500 مليون جنيه، نصف قيمة التكلفة. وخلال حضوره جلسة حكاية وطن ضمن الاحتفال بيوم تفوق الجامعات، أكد الرئيس السيسي الاستعداد للمساهمة في مبادرة المبتكرين والمبدعين بمبلغ 50 مليون جنيه من خلال صندوق تحيا مصر. انت قلت ان احنا عايزين نعمل 17 جامعة تكنولوجية. انا ما اعرفش انتوا عاملين حسابكم على كام، اتصور 500 مليون ولا يا دكتور؟ هي التكلفة اللي كانت للجامعات القديمة 600 مليون جنيه فعلا، فاحنا نقول هنوصل لمليار دلوقتي. لا خليهم، خلينا نقول 600 مليون. 500 مليون. انا يا دكتور مصطفى من صندوق تحيا مصر مستعد ندخل في البرنامج ده، نبني الجامعات ديت اللي هي التكنولوجية ال 17 نص القيمة، والحكومة تدفع نص القيمة. موافق يا دكتور؟ طيب النقطة الثانية، أنت قلت إن في مبادرة جميلة بتاعت المبتكرين والمبدعين، وقلت إن أنتوا رازين لها 50 مليون. إحنا برضو ممكن نساهم معاكم من صندوق تحيا مصر ب 50 مليون إضافية، يبقى 100 مليون كده، يبقى معقول.